أستاذ جمال، جمال قلنا الزمن القضائي شيء والزمن السياسي والإعلامي شيء، لكن على الأقل من حديث رئيس الجمهورية بعد 25 يوليو يحكي على العدالة، هل لمستم تغير على الأقل في الإرادة السياسية لتحقيق العدالة والوصول إلى حقيقة هذه الاغتيالات والجرائم وكل من تسبب في اغتيال مخالفين يعني النشطاء السياسيين بداية التسعينيات؟ للأسف 10 سنوات بعد الثورة وحتى من بعد اليوم، حتى من بعد 25 جويلية نفس الشيء يتكرر اليوم، تكريس لسياسة الإفلات من العقاب تتواصل كما كانت قبل الثورة، كما كانت سنوات الجمر ل 25 سنة و 22 سنة من التقاضي ولدى المحاكم، كان منظومة كاملة تعمل من أجل التغطية، والتي أحب نقل من فرصة ما كان أشار للأسف السياسيين حاولوا يخبيوا الأرشيفات، ما حبوش يطلعونها الأرشيف. الأرشيف الوحيد اللي تمكننا من الحصول عليه هو أرشيف رئيس الجمهورية بالنسبة لملف فيصل بركات في عهد الرئيس المرزوقي، اللي مكننا من أرشيف يثبت ويدين رئيس الجمهورية مباشرة. زين العابدين بن علي كان توصلوا تقارير من جهات استخبارية، يعني مكن هيئة الحقيقة والكرامة باش نكونوا واضحين، لا مكن قاضي التحقيق، قاضي التحقيق، مكن قاضي التحقيق في محكمة غرومبالي سنة 2012 من ملف دائرة، لأنه العدالة الانتقالية ودائرة العدالة الانتقالية أو هيئة الحقيقة والكرامة ما زالت ما تثبتش. قبل انتصاب هيئة الحقيقة والكرامة مكنت رئيس الجمهورية قاضي التحقيق من ملف يخص الشهيد فيصل بركات في كل ما هو علاقة بالمستشارين لدى رئيس الجمهورية في وزارة العدل اللي كان وبالمستشارين التونسيين في اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في جنيف، اللي تكلموا وعبروا وفسروا لرئيس الجمهورية كيفية التملص من جريمة قتل فيصل بركات. كانوا دائما ينصحوه بزوز أو ثلاثة سيناريوهات ويقولوا له هذه في المآلة وهو ياخذ القرار، يعني إدانته هو وإدانة المستشارين تاعه واضحة من خلال الوثائق اليوم اللي قادرين، لأن القضاء التونسي ما يفصلش فيها قريبا باش نلتجأ للقضاء الدولي من جديد. وإحنا عندنا ملف سابق كان نشره الصديق خالد مبارك رغم خلافي الحالي معاه، لأني باش نرجع للملف الدولي وقادرين باش نقاضيه المتهمين بالأدلة وبالبراهين، لأن الملف الوحيد في الملفات هذه اللي فيه الوثائق وفيه شهادة طبية كنا قبل التجأنا لها، وعنا شهادة طبية أخرى تثبت موت فيصل بركات تحت التعذيب. الله يرحمه. إذن على الأقل قلت نقطة المضيئة هي رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق دكتور مرزوقي التي تفاعلت مع طلبات القضاء في حين تمنعت باقي الوزارات.